هستكمل في الجزء الحالي، الجزء الاولاني اللي بدأناه في شابتر 4 الخاص بالكونستراكشن بتاع دوائر قياس بالسترين جيجز. في الباب السابق احنا اتعرضنا الى 6 حالات من حالات الميجرنج سيلز، منها الكوارتر بريدج والهاف بريدج ومنها الفول بريدج، وهنكمل دلوقتي بعض دوائر الفول بريدج. وهنبتدي بالدائره اللي قدامنا دي اللي بيستخدم فيها 4 قطع من السترين جيجز، الاربعه بيتم رسقهم في اتجاه اكسيال، 2 منهم من فوق واتنين تاني اوبوزيت، وبالتالي فانا عندي R1 وR3 اكسيال بوزيشن وR2 وR4 اكسيال اوبوزيت بوزيشن سترين جيجز. وعايزين نشوف دلوقتي ازاي نعمل نحللهم ونشوف دول ممكن يقيسوا ايه. فاول حاجه قدامنا دلوقتي معادله ريزلتنت سترين هي ايبسلون داش بتساوي ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 زائد ايبسلون 3 ناقص ايبسلون 4. هنبتدي التحليل بتاعنا، برضه هنفترض قوه اكسيال فورس وبعدين بيندنج مومنت وحراره وبعد كده توستنج مومنت. هنفترض كل واحده من هذه التاثيرات هتاثر على العنصر بتاعي واشوف السترين اللي هيحصل منها ايه واشوف البي فاكتور بتاعتها. دلوقتي هنبتدي مثلا بالنسبه للنورمال فورس، لو العينه دي شدتها هلاقي ان الاربعه سترينجز متوصلين او ملزوقين في اتجاه اكسيالي مع الاكس بتاع العينه بتاعتي، وبالتالي الاربعه يحصل فيهم سترين سواء فوق او تحت يبقى تنشن، وبالتالي الاربعه يبقى فيهم كل واحد منهم ايه سترين قطبته ايبسلون. وبالتالي في الجدول بتاعي الصف بتاع الاف هحط تحت الايبسلون 1 لغايه ايبسلون 4 ايبسلون 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 ايبسلون. لو جمعت دول عشان اجيب الريزلتنت طبقا للمعادله بتاعت الريزلتنت سترين هل هي هتديني صفر؟ لان هيبقى ايبسلون ناقص ايبسلون زائد ايبسلون ناقص ايبسلون. هنكرر نفس الكلام ونتخيل العنصر او الالمنت بتاعي ده اتعرض دلوقتي الى ايه؟ الى بيندنج مومنت. فهلاقي ايه؟ لو البيندنج مومنت عمل تنشن فوق هيعمل كومبريشن تحت، وبالتالي لو عمل تنشن فوق هيبقى R1 وR3 عليهم بوزيتيف سترين زي ما واضح في الصف بتاع الام بيندنج. تحت الايبسلون 1 والايبسلون 3 هنحط ايبسلون، بينما الار 2 والار 4 هيبقى عليهم كومبريشن فيبقى عليهم ايبسلون بالسالب، فيبقى عليهم ناقص ايبسلون ناقص ايبسلون، هحطهم في الصف بتاع الام بيندنج تحت الايبسلون 2 والايبسلون 4. لو اجمع الاربع قيم الاسترينز اللي تولدوا عندي نتيجه البيندنج مومنت عن طريق معادله الريزلتنت سترين هلاقي يطلع عندي الفاكتور بتاعي 4 ايبسلون. بالنسبه لدرجه الحراره افتكر زي ما قلنا المره في التمارين اللي قبل كده، الحراره اصبحت معروفه 4 سترينج جيجز ملزوقين، الاربعه ايدنتيكال الاربعه سيميلر، وبالتالي كلهم هيحصل فيهم ملزوقين على نفس الاليمنت هيحصل فيهم كلهم نفس السترين، هيبقى كلهم فيهم سيرمال سترين ايبسلون في الجميع، والاربعه سيرمال سترين دول لما جمعهم الريزلتنت بتاعهم هيبقى صفر، وبالتالي يبقى التوصيله دي كومبنسيتد. واحنا يمكن ايه قلنا الكلام ده وبنعيده، اي دايره فول بريدج بتبقى كومبنسيتد بالنسبه للتمبريتشر. نفس الكلام بالنسبه للام تورك او التوستنج مومنت، احنا عارفين ان التوستنج مومنت مش هيظهر الا في العينات او في السترينج جيجز اللي ملزوق على زاويه 45 درجه مع اتجاه التحميل. احنا ما عندناش هذا الكلام، يبقى معنى كده الاربعه دول 4 قطع السترينج جيجز دول من R1 الى R4 مش هيحصل فيهم اي سترين نتيجه الام تي، وبالتالي هيبقى الريزلتنت بتاعهم برضو بيساوي كام؟ صفر. وبالتالي الجدول بتاع البي فاكتور هتلاقيه بيوضح لي ان النورمال ستريس ان هو البي فاكتور بتاعتها بصفر، الام بيندنج الفاكتور بتاعها 4، التمبريتشر والام تي برضو بصفر. يعني معنى كده ان هذه الدائره بهذه التوصيله ممكن استخدمها في قياس البيندنج مومنت بطريقه امنه 100%. يعني لو الجسم ده اتعرض لاي ارتفاع درجه حراره نتيجه التيار اللي مر في السترينج جيجز او نتيجه امبيانت تمبرشر، او لو في اي نورمال فورس اثرت على الجسم دوت وانا عايز اقيس على هذا الاليمنت بيندنج مومنت، هلاقي ان هو هيقيس البيندنج مومنت دون اي يتدخل في قيمه السيجنال اللي هتطلع لي اي تاثير من التاثيرات الجانبيه اللي موجوده عندي على الدائره. الدائره اللي قدام دلوقتي ميجرنج سيل نمبر 8 دي توصيله برضه فول بريدج مكونه من 4 قطع، قطع R1 وR2 وR3 وR4. R1 وR3 اكسيالي وR2 وR4 لاترال، دي اول حاجه. تاني حاجه نلاحظ ان R1 وR2 على الوجه العلوي، بينما R3 وR4
لا اوبوزيت على السطح الايه السفلي. وبالتالي لو احنا عرضنا هذه العيان السبيس من دير الى اتنشن زي الصوره اللي قدامنا دير، هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان ار واحد وار تلاتة هيحصل فيهم بوزيتيف سترين لو اتشدت لتنشن لانهم لينير، بينما ار اتنين وار اربعة كل واحدة منها هيحصل فيها ناقص ميو ابسلون لانهم لاترال. ار اتنين لاترال بالنسبة لار واحد، وار اربعة لاترال بالنسبة لايه؟ لار تلاتة. برضو الصورة دي بتوضح لي برضو ايه الالمنت بتاعي كايزومتريك اهو، برضو لو كان عليه بندنج مومنت فهلاقي ايه بندنج مومنت، هلاقي ان السطح العلوي هيحصل عليه تنشن بينما السطح السفلي هيحصل عليه كومبريشن، وبالتالي لو ار واحد حصل عليها بلس ابسلون هلاقي ار تلاتة ماينس ابسلون، وار اتنين بالنسبة لار واحد لاترال، فلطالما ان ار واحد ابسلون بوزيتيف هتبقى ار اتنين سالب ميو ابسلون. نفس الكلام ار اربعة لاترال بالنسبة لار تلاتة، وبالتالي لو ار تلاتة حصل فيها ناقص ابسلون هيبقى ار اربعة هيحصل فيها ايه زائد ميو ابسلون. وهنطبق الكلام ده بعد كده في الايه في الجداول. فبالنسبة للفورس لو تأثير الاكسيال فورس هلاقي ان ابسلون واحد اللي هي بتاعت ار واحد هتبقى قيمتها بابسلون، وابسلون اتنين هتبقى بناقص ميو ابسلون، وابسلون تلاتة بابسلون، وابسلون اربعة بناقص ميو ابسلون، هتديني ريزلتانت اتنين ابسلون في واحد زائد ميو. بينما بالنسبة للبندنج مومنت هلاقي ابسلون واحد هيحصل فيها ابسلون هيبقى ابسلون تلاتة ناقص ابسلون، وطالما ابسلون واحد حصل فيها ابسلون هيبقى ابسلون اتنين ناقص ميو ابسلون لانها راسلر بالنسبة ليها، وطالما ان ابسلون تلاتة ناقص ابسلون هيبقى ابسلون اربعة بلس ميو ابسلون. بالتالي لو طبقنا القيم دي في المعادلة بتاعة الابسلون داش هتديني القيمة ايه صفر، يبقى معنى كده ايه الدايرة دي كومنسيتد بالنسبة للبندنج مومنت، يعني ما تقراش بندنج مومنت وتعتبر ايه الامور ايه لو هنقيس بيها نورمال فورس هتبقى ايه واضحة وسليمة. وبالتالي ممكن دلوقتي نكمل بالنسبة للايه للتمبريتشر والتويستنج مومنت، وطبعا بالنسبة للتمبريتشر كله هيحصل في ابسلون والريزلت تبقى بصفر، بالنسبة للتور كله هيبقى بصفر لان ما عنديش حاجة على زي 45. وحوصل لجدول البي فاكتور اللي قدامنا اللي هو فيه البي بالنسبة للنوربال 2 في 1 زائد ميو، بينما الباقي كله بصفر، ودي تبقى الريزلتنت بتاعتي. يعني مثل هذه الدائرة ممكن استخدمها لقياس النورمال فورس. ونلاحظ حاجة ان الدائرة اللي هي دي من الحاجات اللي هي المشهورة جدا جدا في اللي احنا بنستخدمها في قياس النورمال فورس زي اللي قبلها بالظبط لما بنستخدمها في قياس البندنج مومنت. ده قدامنا الفيجن سيل نمبر 9 برضه فول بريدج برضه اربع قطع برضه اثنين اكسيالي واثنين لاترال، ولكن هنا الاختلاف يختلف عن السابقه ليها عن نمره 8 في ان الترتيب بتاع اللازق السترينج جيج او اعتبرنا احنا الترتيب لما نيجي نوصل على اساس ان هو ايه ار 1 وار 2 هم الاكسيالي وار 3 وار 4 لاترال وار 2 وار 4 هم اللي ايه اوبوزيت. ونلاحظ حاجة ان اللي احنا بنقوله ده دلوقتي كله بنعمله قبل ده احنا بنسميه بيبر ويرك، يعني بيتعمل في المكتب لحد هو قاعد لسه قبل ما يروح على الجزء بتاعه يبتدي يلزق عليه لازم يبقى مرتب نفسه بيتخيل الكلام ده كله، بيرسم رسومات زي اللي احنا رسمينها دي وبيبتدي يشوف هذه الرسومات هتديني ايه لغاية لما يشوف الفانكشن اللي عنده والتوصيلة اللي هيعملها الاتنين ينطبقوا على بعض. بعد كده بيروح يلزق الكلام ده يلزق السترنج جيجز على المنبر بتاعه ويبتدي يوصلها بشرط وهو بيوصل يحافظ على الترتيب اللي هو ايه اللي وضعه. وبالتالي الدائره دهيا هنبص نلاقي لو احنا عايزين نحللها هنشوف دلوقتي معادله الريزلتنت سترين اهي قدامنا اهي ابسلون داش ابسلون 1 ناقص 2 زائد 3 ناقص 4، ثم بعد ذلك هنقصر بنورمال فورس، فهلاقي النورمال فورس هتديني بالنسبه للار 1 والار 2 هتديني تنشن فيديني ابسلون في كل واحده منهم، بينما ار 3 وار 4 دي ناقص ميو ابسلون وناقص ميو ابسلون زي ما واضح قدامنا، لو جمعنا دول هنلاقيها بتدينا كام؟ صفر. اخش بعد كده على الام بندنج، هلاقي ان الام بندنج
لما يحصل هيحصل تنشن، لما المنبر ده هيحصل عليه بندنج مومنت هيحصل تنشن فوق على السطح العلوي وكمبريشن على السطح السفلي. يعني معنى هذا الكلام ايه؟ ان ار واحد هيحصل عليها ايبسلون وار اتنين هيحصل عليها ناقص ايبسلون وار تلاته هيحصل عليها ناقص ميو ايبسلون لانها لاترال بالنسبه لار واحد، وار واحد زائد عليها استرين بلس ايبسلون. فيبقى اذا ار تلاته عليها ناقص ميو ايبسلون، بينما ار اربعه هيبقى عليها بلس ميو ايبسلون لانها لاترال بالنسبه لار اربعه، وار اربعه عليها كومبريشن او عليها نيجاتيف استرين ماينس ايبسلون، وبالتالي هيبقى ار اربعه بلس ميو ايبسلون، وبالتالي تجميع هذه الدائره تديني ان الريزلتنت سترين هو 2 ايبسلون في 1 ناقص ميو. برضو نكرر كل اللي احنا عملناه قبل كده بالنسبه للتمبريتشر والام بيندنج ام تورك التويستنج مومنت، فهلاقي ان التمبريتشر هيبقى فيها كل واحده فيها ايبسلون والريزلتنت صفر، والام تورك ما عليهاش اي حاجه هتديني ايه؟ صفر تجميع، وبالتالي هيبقى البي فاكتور الجدول بتاعها هيبقى نورمال بصفر وتمبريتشر بصفر وتويستنج مومنت بصفر والام بيندنج 2 في 1 ناقص ميو، ده معامل التكبير بتاعها او البي فاكتور ايه بتاعها. الميجرنج سيل العشرة والان هي برضو فول بريدج فيها اربع قطع، الاربع منهم اثنين ملزوقين على القطعه واثنين ضمي. الاثنين ملزوقين على القطعه هم ار واحد وار ثلاثه، والاثنين الضمي هم ار اثنين و ار اربعه. القطعه ار واحد دي اكسيال بوزيشن، يعني اكتيف سترين جيج اكسيال بوزيشن، بينما ار ثلاثه اكتيف سترين جيج اوبوزيت بوزيشن. ار اثنين وار اربعه الاثنين دول ضمي سترين جيجز، يعني محطوط بره، وبالتالي طبعا دلوقتي ممكن نتوقع ان على طول كده الاثنين ضمي دول مش هيبقى عليهم اي سترينز من البندنج ولا من النورمال فورس، وبالنسبه للحراره هيعملوا مع الاثنين التانيين اللي هم الاكتيف الاربعه مع بعض هيعملوا ايه؟ كومبنسيشن بالنسبه للتمبريتشر، يعني ما بيبقاش في تاثير للايه؟ للتمبريتشر. هنبتدي نحلل هذه الدائره من واقع المعادله بتاعت الابسلون داش تساوي ابسلون ناقص ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 زائد ايبسلون 3 ناقص ايبسلون 4. وهلاحظ حاجه ان العمود بتاع الايبسلون 2 وايبسلون 4 في الجدول الاعمده دي هيبقى فيها اصفار لان ايه؟ بالنسبه للفورس، بينما عند ايبسلون 1 وايبسلون 3 اللي بيمثلهم ار 1 وار 3 لما بيكون في عندي نورمال فورس مقصر علينا دي هيحصل فيها سترين ايبسلون، وبالتالي هيبقى المجموع بتاعها 2. وبالتالي فالريزلتنت سترين بالنسبه للنورمال فورس 2 ايبسلون. دي اول حاجه. نخش بعد كده على البندنج مومنت. هلاحظ ان البندنج مومنت برضو العينه 2 والعينه السنجج نمبر 2 والسنجج نمبر 4 عندهم صفر وصفر، لان مش هيحصل عليهم مفيش عليهم بندنج مومنت خالص. لما يحصل على الاليمنت ده البندنج مومنت بتاعي على السبيسمنت بتاعتي هلاقي لو هيحصل فوق تنشن يبقى تحت كومبريشن، هيبقى ار واحد هيحصل عليها ايبسلون، بينما ار ثلاثه اللي هي على الاوبزيت سايد هيحصل عليها ايه؟ ناقص ايبسلون. هستكمل الشغل بتاعي بالنسبه للتمبريتشر، فهلاقي بالنسبه للتمبريتشر طبعا كل واحده هيبقى عليها سترين، الاربع حتت عليهم سترين ايبسلون اللي هو نتيجه ايه اللي ممكن يحصل نتيجه درجه ارتفاع درجه الحراره، والريزلتنت بتاعها هيبقى ايه؟ بصفر، وبالتالي فيها كومبنسيتد. وطبعا نفس الكلام بالنسبه للتورك، فيها كل صفار فهيديني صفر ريزلتنت، وبالتالي فمثل هذه الدايره هتديني البي فاكتور، التيبل بتاعت البي فاكتور اللي تحتانيه اللي عندي دي هدي نورمال فورس 2، بينما الام بندنج والتمبريتشر والتويستنج مومنت كلهم بايه؟ بصفار. وبالتالي هذه الدائره ممكن استخدمها لقياس النورمال فورس. هنتعرض دلوقتي لنوع في بعض الاحيان بنستخدمه وهو البريدج تو بيسموه تو ارم سترينج ايجز، يعني البريدج اللي كل ارم من الارمز فيها الويستون بريدج بتاعتنا اساسا اربعه ارم، احنا في الفول بريدج بنحط في كل واحده قطعه من السترينج ايجز، وبالتالي بنستخدم اربع قطع. لكن احنا ممكن نستخدم في الويستون بريدج في الارم الواحده نحط سترين تو سترينج ايجز، يعني اثنين مع بعض ورا بعض ان سيريز. فدي طبعا معنى كده ان دي بتديني سترين، بدل ما تديني ايبسلون تديني ايه؟ اثنين ايبسلون في الارم الايه؟ الواحده.
دي هنحاول نشوف ايه دايره من مثل ايه هذه الدوائر، وبالتالي فشكل الدايره كلي اوت بتبقى بالمنظر اللي احنا شايفينها كده. احنا دي المفروض تعتبر هاف بريدج، يعني في ار 1 وار 2. هنبص ار 1 فيها مقاومتين ار 1 1 وار 1 2، والارم الثانيه فيها ار 2 1 وار 2 2. هنعمل ميجرنج سينما 11 بالشكل اللي قدامنا دي. الار 1 1 والار 1 2 هنخليهم اكتيف سترينج جيجز اكسيال بوزيشن، بينما الار 2 1 والار 2 2 هنخليهم اكتيف سترينج جيجز اكسيال اوبوزيت بوزيشن، يعني على الوجه الايه الاخر. وهنشوف دلوقتي نتابع التحليل بتاعنا باستخدام المعادله الاساسيه المعروفه للريزلت سترينج جيجز، اللي هي الابسلون داش تساوي ابسلون 1 ناقص ابسلون 2 زائد ابسلون 3 ناقص ابسلون 4. هنبص ونعمل الجدول بتاعنا ونبتدي نشوف بالنسبه للنورمال فورس. لو العينه دي السبيسمنت بتاعتي دي او الاوبجكت بتاعي اثر عليه نورمال فورس تنشن، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان ار 1 1 وار 1 2 وار 2 1 وار 2 2 كلهم هيحصل فيهم تنشن، هيحصل فيهم تنشن، وبالتالي هيحصل فيهم بوزيتيف سترين، وبالتالي هيبقى ار 1 1 وار 1 2 هحطهم في اول عمود هيديني 2 ابسلون، وار 2 1 وار 2 2 هيديني برضو ايه 2 ابسلون، هيبقوا مجموعهم كلهم مع بعض من المعادله بتاعت الابسلون داش يبقى ابسلون 1 ناقص ابسلون 2 يساوي 2 ابسلون ناقص 2 ابسلون هيديني ايه 0، وبالتالي الدايره دي ما تقراليش نورمال فورس. اما بالنسبه للبندنج مومنت فهبص السبيسمنت بتاعتي دي لما او الاوبجكت بتاعي لما يتعرض عليها البندنج مومنت وحصل هيحصل على السيرفس الاعلى بتاعها تنشن، هلاقي على السيرفس السفلي هيحصل عليه كومبريشن، وبالتالي هيبقى ار 1 1 وار 1 2 عليهم تنشن فيديني 2 ابسلون. عشان كده في العمود الاولاني قدام الام بندنج حطينا 2 ابسلون تحت الابسلون 1 1 1 2، بينما الار 2 1 والار 2 2 هيحصل عليهم كومبريشن فبالتالي هيديني ناقص 2 ابسلون، فعشان كده حطينا ايه تحت الابسلون 1 2 2 2 مع في العمود الثاني يعني قدام الام بندنج حطيت ايه ناقص 2 ابسلون، وبالتالي الريزلتنت بتاعتي من معادله الريزلتنت فورس الاساسيه بتاعتي هتديني 4 ابسلون. بالنسبه لتاثير التمبريتشر فهلاقي ان الجسم اول ما هيسخن هبص الاقي او يحصل ارتفاع درجه الحراره، هلاقي ان الاربعه سترينجز بتوعي كل واحده هيحصل فيها سترين قيمته ابسلون، وبالتالي هيبقى بالنسبه للارم الاولاني اللي هي معرفه في الجدول اللي عندي اللي هي بابسلون 1 1 1 2 هيبقى فيها تحتيها 2 ابسلون، وبالنسبه للارم الثانيه اللي هي ابسلون 2 1 2 2 هيبقى فيه كمان 2 ابسلون، مجموع دول هيديني كومبنسيشن برضه صفر، وبالتالي يبقى كومبنسيتد بالنسبه لدرجه الحراره. هذا الكلام ان الدايره هي مش هتاثر بدرجه الحراره، ونفس الكلام برضه مش هتاثر بالتويستنج مومنت، وبالتالي فالبي البريدج فاكتور بتاعي التبل بتاعتها هتبقى النورمال فورس بصفر، الام بندنج باربعه، التمبريتشر والام تورك باصفار. وبكده يبقى احنا خلصنا هذه الدايره. هنتكلم دلوقتي على توصيل الدوائر المستخدمه في قياس التورك، واحنا في قياس التورك ما بنستخدمش السترينج جيجز اللي بتستخدم في القياسات بتاعت البندنج مومنت والنورمال فورس، ولكن بنستخدم سترينج جيج اخرى هي نفسها المحور بتاعها الجرايدز او السلوك بتاع السترينج جيج تبقى مايله 45 درجه مع المحور بتاع قطعه السترينج جيج نفسها. ولكن برضو ممكن نستخدم القطع العاديه بس بيبقى صعب جدا في لزقها، والدقه في اللزق تبقى ايه مش مظبوطه. اللي قدامنا دلوقتي دايرتين او شكلين فول بريدج سترينج جيج لقياس التورك. العمود الاصفر اللي قدامنا ده هو هنبص نلاقي عليه قطعتين سترينج جيج على وجه، وعلى الوجه الثاني على نفس المقطع موجود قطعتين تانيين. الوجه اللي قدامنا احنا اللي هو عليه القطعه ار 1 وار 2، والقطعتين التانيين ار 3 وار 4 موجودين من ورا. بالمناسبه القطعتين
اللي هم المفروض 45 درجه يمين و45 درجه شمال، دول بيبقوا موجودين على قطعه السترنج جيج واحده فيها تو جرايدز، واحده مايله في اتجاه 45 والتانيه مايله في ناقص 45 درجه، وبيبقى متوصل الطرفين بتاعهم مع بعض وطالع منهم طرفين تانيين، وبالتالي كل مجموعه فيها ار 1 وار 2 طالع منها ثلاث سلوك زي ما هنشوف بعد كده. وبالتالي بستخدم ايه؟ قطعه فيها قطعه من السترنج جيج فيها 2 جرايدز اللي هسميها ار 1 وار 2، وقطعه اخرى هحط عليها ار اللي فيها ار 3 وار 4 هتبقى من ايه؟ من الناحيه الثانيه، بشرط الاثنين على زاويه كام؟ 180 درجه. الشكل على الشمال ده بيوضح لي اهو، فيه هنا هو في البلان اهو في قطعتين سترنج جيج، وهلاقيهم من تحت من الناحيه الثانيه برضه هيبقى في قطعتين سترنج جيج تانيين، وممكن بيتحط أربعة سترينج جيجز زي في الرسمة اللي من تحت على 90 درجة كل واحدة، وبرضه نحط فيها R1 وR2 وR3 وR4 اللي هم الأربع قطع إيه سترينج جيج. ثم أبتدي أعمل أبص المعادلة اللي هستخدمها، ألاقي معادلة زلطة السترين اللي هي المعادلة الرئيسية إيه بتاعتنا، وأعمل الجدول بتاعي زي اللي احنا ايه متفقين عليه. ولاحظ في الجدول ده اول حاجة ان بالنسبة طالما ان القطعة دي ملزوقة زي ما هو باين في الرسم اللي قدامنا على زوايا 45 درجة، فهي مش هتحس لا بالنورمال فورس ولا بالبندنج مومنت، ويتبقى التمبريتشر الاربعة يحسوا بالتمبريتشر في كل واحدة تديني ايبسلون، وبالتالي برضو الريزلتنج بتاعها هتبقى ايه بصفر، وبالتالي هي فيها كومبنسيت، وبالتالي قطع السترين جيج اللي بتستخدم لقياس التورك بتكون بتبقى هي سيلف كومبنسيتد بالنسبه للفورس والبندنج مومنت وللتمبريتشر، ولكنها بتقيس لي بس الام تي زي ما هو ايه واضح قدامنا في السطر الايه الاخير، بتديني ايبسلون على زاويه 45 في الاولاني موجب وفي الثاني سالب، لان واحده في اتجاه والثانيه في الاتجاه العكسي، نفس الكلام 3 و4 واحده في اتجاه والثانيه في الاتجاه العكسي، وبالتالي بيكون مجموعهم 4 ايبسلون 45، وبالتالي البي فاكتور تيبل بتاعتي هتلاقيها تديني بس 4 عند البندنج مومنت، بينما اسف 4 عند التويستنج مومنت، بينما 0 في كل الايه الدوائر الايه الاخرى. هتعرض دلوقتي لبعض الابلكيشنز اللي موجوده اللي بنستخدم فيها السترين جيجز، واول صوره دي بتوضح لي ميجرنج سلندر تستخدم لقياس النورمال فورس، ونلاحظ ان هي اسطوانيه والجزء الاحمر ده غطا موجود تحتيه السترين جيجز، ونلاحظ على الشمال في الكابل اللي خارج اللي طالع منه السلوك او الوايرز اللي هي بعد توصيل الاربعه سترين جيجز اللي متوصلين على سطح هذه العلبه. وناخد بالنا من حاجه ان الكباستي كل ميجرنج سلندر دي بيقول ايه كباستي، يعني مثلا ممكن ميجرنج سلندر زي دي تكون مثلا تحس بس لغاية 5 طن 10 طن، ده بيتوقف على مجموعة حاجات. بيتوقف على ايه؟ اول حاجة على القطر الداخلي بتاع الاسطوانة والقطر الخارجي بتاع الاسطوانة ونوع الخامة بتاعتها. اما الطول بتاعها فعادة الطول ده بيكون قصير، يعني ما يزيدش عن 1.25 القطر علشان ما يحصلش فيها باكلينج لو تعرضت لكمبريشن. الجزء اللي فوق ده اللي فيه تقبين ده معمولين ان ممكن تكون هذه الميجرنج سلندر بتستخدم في تطبيق معين، فممكن يكون بتمسك فيها حاجه عشان تستخدم كمان ايه لقياس تنشن، يعني دي ممكن تستخدم لقياس تنشن او لقياس كومبريشن. عاده في الميجرنج سلندرز بتكون فول بريدج، طبعا مش ممكن نستخدم لها هاف بريدج ولا كوارتر بريدج، لا ده احنا بنستخدم على حاجه اساسيه، فعادة بتبقى فول بريدج وبتتوصل بشرط تدينا اكبر بي فاكتور اللي هو 2 في 1 زائد 100. هذه السلندرز تبقى موجوده في السوق بكباستيز مختلفه، ممكن بتوصل لغايه 100 طن، ممكن تلاقي في مش السلندرز لغايه 100 طن، ودي بيسموها واير ميجرنج سيلز او واير فورس ميجرنج سيلز. كلمه واير دي مقصود بيها ان بتستخدم في قياسات السلك بيبقى متوصل دايركت مع الجهاز، في حين في بعض الحاجات التانية بتبقى وايرلس، يعني ايه
ما بنستخدمش فيها سلوك، ولكن بيتم عن طريق نقل سنسور معين بينقل لي السيجنال اللي خارجه على هيئه فريكوانسي، يعني السيجنال الكهربيه اللي خارجه من الدائره دي بيبقى فيه مع الاسطوانه دي هي في جوه موديول معين، يعني حته قطع الكترونيه. هذه القطع الالكترونيه بتاخد الاوت اوف بالانس اللي هو بالملي فولت وتحوله الى فريكوانسي، وبعدين الفريكوانسي دي بتلقطها بيلقطها سنسور اكسلريتور. الاكسلريتور ده بياخد الاشاره دهيا وبعدين بياخدها كفريكوانسي، وبعدين الفريكوانسي تتحول بعد كده الفولت يساوي نفس الفولت الايه السابق، وبالتالي ممكن ايه نقيسها. ودي بتستخدم الحاجات لما كنا هنركب دي على حاجه بتلف دواره فما اقدرش استخدم لها السلك، لان السلك هيلف، ما ينفعش السلك يلف مع ايه الجزء ده هو بيلف، زي في الشافتس والاعمده والحاجات دي اللي ممكن ايه بعد كده نبقى ايه نشوفها بتفاصيل اكتر شويه. اللي ظهر قدامنا ده كمان ده ميجرنج بولت، ده مسمار بيستخدم في قياس برضو التنشن والكمبريشن، وملزوق عليه السترين جيجز اهي واضحه عندنا في الجزء بتاعه. والقروص ده بيستخدم في التثبيت مع الجزء اللي احنا عايزين ايه نقيسه. ده شكل اخر من اشكال النورمال فورس ميجرنج سيلز. واما الشكل الثالث اللي ظهر قدامي دلوقتي ده شير فورس ميجرنج سيل، وده عباره عن تو بليتس وبينهم مجموعه من السترين جيجز، بشرط ان هي لو الجسم السطح الفوقاني ده اثرت عليه اي قوه مماسيه بيقدر يحس بيها. وهنا ده تحوير عشان استخدم قياس الفورس، استخدم النورمال فورس او بندنج مومنت استخدمه في قياس ايه شير فورس، لان الشير فورس ما اقدرش اقيسها مباشره باستخدام السترين جيجز. الرسم اللي قدامنا دلوقتي ده عشان نشوف عمليه لي اوت ازاي احنا بنعمل عمليه اللزق. الاوبجكت بتاعي اللي هو الجسم اللي هو بليت مثلا اللي احنا كاتبين عليه رقم واحد، بينما السترينج جيج هي المكتوب عليها اتنين. السترينج جيج دي بضطر ان انا الزقها على شريط لزق اللي هو السيلوتيب، بلزقها بالسيلوتيب زي ما هو واضح كده، اللي هي السيلوتيب اللي هو ايه معمول عليه مكتوب عليه ايه 3. وبعد كده باجي على السطح التحتاني اللي هو السطح اللي انا هلزق عليه دون، بيتم عليه عمليه صنفره. في الاول صنفره خشنه عشان اشيل اي طبقات صدى او كروجن برودكتس موجوده على السطح او اي فت موجود على السطح، وبعد كده بعمل له فاين جرايندنج او عمليه صنفره ناعمه بهدف ان انا اوصل بيه لنعومه عاليه جدا. وبعد كده ببتدي اغسله بالاسيتون لغايه لما اضمن، وبغسله ايه بدقه وبتاني لغايه لما اضمن ان السطح ملوش اي ذرات فت او نواتج من ايه من او بقايا من بقايا عمليات الايه الصنفره. ثم بعد ذلك بروح جايب التزا اللي هو شريط اللزق ده او السيلوتيب دون، وبلزقه على الجسم زي ما هو كده قدامنا بعد ما بكون شنكرت وحددت الاتجاه اللي انا هلزق عليه، وبروح رافع جزء من الجزء من الشريط اللاصق دون بالسترينج جيج زي ما هو واضح في الصوره كده ايه قدامي، يعني ما اخلوش مايل راسي على الـ على الـ على سطح الجزء بتاع اللي انا اقيسه، لا برفعه زي ما هو واضح كده قدامنا يعني بزاويه شويه ابعده عن السطح. وبروح جايب قطعه اخرى من شريط اللزق دون او السيلوتيب، واروح حاططها عرضي على القطعه السيلوتيب الرئيسيه. يبقى انا في عندي قطعتين سيلوتيب، القطعه نمره 3 اللي هي الزرقاء، وقطعه نمره 4 الحمراء. الحمراء دي عموديه على القطع الزرقاء، بشرط ان انا وانا بحط القطع الحمراء دي اضمن ان دي ان السطح الفاصل بين الاحمر والازرق بين السيلوتيب الاحمر والازرق يشتغل كمفصله ممكن بيها احرك ايه السنجيج بالسيلوتيب على السطح او بعيد عن السطح، وبرفعها بعيد عن السطح. ثم بعد ذلك بعمل عمليه اضيف ماده الادهيزف ماتيريال
في المنطقة البني اللي هي تحت اللي هترسى عليها السترين جيج، بضيف مادة الأديزيف دايما بتاعتي وبفرشها بطرف حاد زي ما قلنا شفرة حلاقة مثلا، ثم بعد كده هو بروح ايه احرك ارجع السترين جيج بالستيروتيب بتاعها في الاتجاه زي اتجاه السهم ده، ومش شرط تنطبق بقى على ايه تنزل على الماده اللاصقه، وبدوس عليها يعني دوس بالصباع لفتره تتراوح ما بين من 3 دقائق او 5 دقائق، وساعات توصل الى 10 دقائق. دي بتتوقف على درجه حراره الجو، يعني مثلا في الشتاء بنضطر نضغط فتره كبيره ممكن تصل الى 7 او 8 او 10 دقائق، في حين في الصيف ممكن 3 دقائق او 5 دقائق بيكفي. بعد ما بيتم عمليه اللسخ دهيا كده هون اصبح عند السترينج جيج محطوطه في مكانها وعليها شريط اللزق. ببتدي ارفع شريط اللزق اولا باول، فاول حاجه برفع الحته الحمراء دهيا دي الاول، دي برفعها اشيلها خالص لحته شريط اللزق الاحمر، وبعدين شريط اللزق الازرق بعد كده اسحبه من اليمين للشمال وببطء شديد جدا عشان ما اخلعش معاه السترينج جيج ايه من مكانها. وبكده بتبقى عمليه لسخ السترينج جيج تمت، وبتبقى السترينج جيج جاهزة للتوصيل في الدائرة بتاعتي. في بعد كده هون الصورة اللي قدام دي في صورتين، صورة بتوري لي باكج للسترينج جيج في 5 قطع، ونلاحظ تحت الباكج اللي هو يعني في واحد ماسكها بايديه، وبعدين تحت الباكج الباكج اولا كل قطعة محطوطة في كفر بلاستيك خاص بيها، وفي العلبة بتاعتها موجودة تحت، وفي العلبة موجودة انفورميشن شيت اللي هو الورقه اللي مكتوب فيها كل البيانات بتاعت الستريت جيج، من حيث النوع، من حيث المقاومه، من حيث الدقه بتاعت المقاومه، من حيث الكي فاكتور، من حيث معامل التمدد الحراري، وكل الداتا اللي ايه ممكن الواحد ايه يحتاجها في ايه الستريت جيجز. بينما اللوحه اللي على اليمين بتوضح لي بعض اشكال الستريت جيجز المستخدمه، في منها الطويل جدا زي اللي مايله بزاويه تقريبا 45 درجة دي، وفي زي اللي في اللوحة اليمنى من الناحية اليسرى بقى اللي هو مجموعة من السترينج جيجز الكتيرة اللي محطوطين ورا بعض، ممكن عددهم ان يعني هنا مثلا 3 4 5 6 7 8 9 10 قطع، وبعدين في مسافة، وبعدين في واحدة كمان. معناها ايه؟ معناها ان انا ممكن الاقي من دي مثلا ممكن الاقي مثلا 50 حتة جنب بعض، دي عشان لو انا عايز اقيس عند مجموعة من النقاط متقاربة ممكن استخدم مثل هذه السترينج جيجز، تبقى قطعة واحدة حتة بلاستيك واحدة فيها 10 15 20 30 قطعة سترينج جيج مع بعض. يعني دي ممكن اعتبرها ايه بعض الانواع الشاذة شوية لايه للسترينج جيجز.